يقهر يا اخي هذا اللي يطلع الفوكس البلاير. حاولت اني اغير طيب قول الرقم بس ما معك. طلع. طيب اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عادل او سي جيمر معكم، معي اليوم الاستاذ دكتور خول الحساوي الحساوي، ومعي الاستاذ ابو، وين راح؟ سراب. وين اختفى؟ سراب معنا بس ما ادري وين الزبده. شوف شوف تحول الى خشب. اي تحول الى خشب. ف وحنا في اف تي بي سيرفر اف تي بي، عارف ان الحلقه طولت ومعليش بس يلا شو نسوي عاد. وسووا والله شباب شغل جدا جدا كبير، جدا يعني مهول على قولتهم. وكيف قاعد نطير؟ قاعد نطير جدا كبيره. جيت باك باك فشكرا الله كويس راح يسرب. وشكرا للي اعطاني الجيت باك، ما اذكر مين بس ما قصر شيء. ف انا المفروض تروح تخبط دكتور تقول الحين عشان تمحله. بس خلاص الحين ما تضبط، الحين ما تضبط. طيب في استولينا على القريه الجميله هذه. اذكر في الحلقه الماضيه قلت انه اما نسكن طبيعي عادي، انه يصير عندنا بيت طبيعي ولا جوه جبل، او ان نكون تحت المويه. وناس كثير قالوا تحت المويه، لكن بعد ما حسينا ان الوضع مره مشوار انك تسكن تحت المويه، ف قلنا فوق. تحت المويه ان يعني ما هي بحركه، هذه مشكله، ما هي بحركه يعني. واو. هذا هذه المشكله. ف اللي راح يصير ان اليوم كنا قاعد نسولف قبل ان نسجل، حتى كنا قاعد نقول ان نبغى خلاص اتفقنا على المكان نبغى نسكن فيه، اللي هو الحين راح نوريكم اياه. خلني بس نلبس الجيت باك ودامني شحنته. طبعا هذا الشيء ما ادري مين اللي حطه، حق مين هذا؟ قلت لي حق بورتل، حق رقيعي، حق ما ادري صوتك يقطع فما ادري مين. طيب طيب المهم ايش كنا نقول قبل شوي؟ احنا كنا نتكلم عن شيء قبل لا يفصل عندي النت انا فجاه، كنا نقول شيء. اي صح، كنا وين نسكن؟ صح. فقررنا مو قررنا، سراب فاجانا بالامر يعني الواقع. الدجاج طقعت عندي شكلها كذا سوت. ف ايش قلت قعدت ايش استغفر الله، وش بستغفر ربي بعد؟ حرام ولا عيب ولا وش بعد يعني؟ لا كذا احرجتني خلاص، احرج ثانيه خلاص احرجت. المهم وش سراب تعال اشرح لنا وش سالفه ام الكمبيوتر الفضي والكمبيوتر الذهبي؟ وش هذا ويندوز وهذا ماك؟ افا قديم. اي واحد ويندوز اي واحد ماك بسرعه. يا فلوبي ديسك الذهبي طبعا، ذهبي ويندوز. شكرا. لا ما قلت كذا انا، الذهبي لينكس. شكرا. طبعا سراب اتوقع العربي الوحيد اللي يستعمل لينكس الحين. لا ما استعمله. المهم المهم يلا فبس على السريع اشرح لكم وش السالفه. سراب ودكتور كول هم اللي مو بهم بس اتفقنا على انه شلون يصير عندنا الجبل هذا. طبعا راح يروح على اليسار برضو كذا، بعدين في جبل ثاني راح يتصل معاه زي الجسر، وكله راح يكون نظام تحت المناطق اللي فيها الاشياء حقتنا. يكون في المكاين اللي نبغاها، يعني مثلا كل الاشياء اللي نحتاجها، كل الاشياء حقتنا اللي هناك راح تكون هنا تحت الجبل. وفي زي الطوابق، ثلاث طوابق في الممر هذا كله، يعني كل الشكل اللي فوق يتكرر تحت برضه. ف نفس الشيء بتكرر، بتصير زي الغرف. ايوه في واحده بتكون حق الطاقه، فما نحتاج ان ننزل لها، بس نمد أيوة فوق وتجينا كل شيء. فكل القرابيع تكون تحت هذا الجبل كذا، تمشي من هنا تروح من هنا يسار. قاعد اطير بس عشان اوريكم بعدين كذا، والجبل هذا اللي هنا والجبل هذا اللي هنا برضه نستغله. ف كله راح نكون يعني بالعربي نكون زي الهوبتس. مين يعرف فيلم ذا هوبت؟ نفس الشيء بالضبط. اليوم توني اشوف ماخذ المركز الثاني مدري الثالث والله السينما الأمريكية. يا أخي خلينا نجرب الفوق أوف إيش يصير في اللعبة. والله تصدق عندي فيديو سيتينجز الفريم تغير. المهم فهذه الفكرة، هذه اللي قاعد نسويه الحين، أو هذا اللي بنبدأ نسويه. طبعا ما راح نصور الشيء ذا إنه والله نقعد ننقل الأغراض، ما أدري إيش الفائدة. ف سراب ما أدري إيش بيشتغل عليه. أو سراب يقدر يصير حمال الحين عادي، فما عندك مشكلة.
انا وعبد الرحمن بنروح نجرب نسوي الفلر هذه سراب، تبي تيجي معانا نجرب الفلر اللي انا كنت ابغى اسويها من زمان وجت فيني عطسه. اصبر خلني احاول اعطس. هاتسو يا رب ما يعطس، يا رب ما يعطس. يا اخي تقري ذراعك عرفت؟ لا يا علق وجهك خلاص راحت الحين. لا يا اخي علق وجهك. المهم احنا نبغى الفلر، انا معي الاغراض اللي ابغاها حقت الفلر، فهذا فلر معي الجولد معي هذا اوكي معي كل شيء انا، فنسوي الفلر. لا ما معك، انا اقدر اسوي تو فيلرز ترى على فكره يا عمي، كله من الصندوق يعني. لو ابي سويت 20 واحده زاحف انت زاحف. ايه اصبر خلني اشوف هذا هنا هذا هنا، ونحتاج الماركرز. طيب سويت لي تو فيلرز دحوم. هلا استوف الصناديق، انا اسف اني غلط بالسبب، موضوع مهم. ما عندنا انجن، ما عندنا انجنز كذا زايده الا في روح خذ استرلينج صندوق الدروع يا عادل. لا استرلينج انجن يا اخي يتفجر بسرعه. يعني تبغى ريد ستون انجن؟ ريد ستون ولا كومبستن؟ كومبستن احس احسن. لا والله استرلينج عندك يعني ما ينفجر استرلينج. دقيقه استرلينج اللي في بالكول صح؟ ايه طيب ما ينفجر هذاك ولا؟ الا ينفجر بس بعد طلعت الروح. اي وين ابغى منه؟ طيب في ستيرلينج وين؟ ريدستون ولا لا لا في اثنين في الصناديق وفي واحد ريدستون. ريدستون ضعيفه ترى بالنسبه للفلور يا يب جدا، فنحتاج ستيرلينج على الاقل. طيب خلني طيب هذا في هنا في الصناديق وين؟ ما ادري اذكر كان في الصناديق هذا اللي فوق هذا في اذكر غير هنا هنا يعني هنا اصبر قاعد اطلع ريدستون اصبر امسك وين امسك؟ كم واحدة؟ هي المطحس. ابغى واحدة ثالثة. ما معك؟ شفها هناك راح اجيبها من حقة الرابر. اوكي يلا. لا 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 شو قاعد يشتغل. والله ما عمري شفته يشتغل. لا خذها حقة الرابر. طيب وش وين يتجمع هذا؟ يتجمع هنا؟ يطيح من الشجر نفسه. لا لا يطيح. اصلا تعبى شوف تعبى خلاص. تعبى ويتفل. وين يتفل؟ وين راح؟ هذا هو المفروض انه يطيح من الشجر بس ما ادري ليه ما هو قاعد. لانه ما في شيء في الشجر اصلا. الا فيه. لا مليان خلاص جيب هذه تعال. طيب المهم شوف الفلر نبي منطقة فاضية اصبر. اي منطقة والله ترى كل المناطق تحولت المناطق فاضية في الآونة الأخيرة. طيب دحوم تعال تعال الله تعال يا قلبي تعال تعال يا قلبي تعال. وينك انت؟ هنا 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 خالي شفني وراك 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 ايوه انا قاعد اطير. شوف الشجرة الطويلة، شوف الشجرة الطويلة انا جنبها. اوكي شفت. ايوه وش سالفة ام الصناديق اللي هنا؟ ايه هذه حقت الخبلة. طيب اوكي بنكمل في الطريق في مشوار الخبلة، ايش رايك؟ والله سوي اللي يعجبك خالي، سوي اللي طيب شايف امسك. امسك هذه لاند ماركس. او لا مو كلهم، بعطيك شوي منهم بس. تقاسموها. شوف الفكره وش هو؟ الفكره انه ننزل لين المنطقه اللي نبغاها، اللي نبغى هذا الشيء يحفر، يعني كل واحد يروح لفتحه. طيب كم سؤال منطقة؟ هلا كم المفروض الحين نسوي؟ كم 4 في 4 ولا شلون 4 في 4؟ لا هذه المنطقه، هذه المنطقه اللي احنا فيها. شوف وين رحت انت؟ يعني واحده كذا واحده كذا من هنا. لا واحده هنا، شوف واحده هنا نفس المستوى. إيه بس احنا احنا ما نبغاها تشيل ما نبغى هذا الشيء يشيل اللي فوق بعد، فهمت؟ فهمت اقصد؟ اوكي انزلها بعد واحده. ايه يعني هنا مثلا هنا واحده عرفت، وهنا إيه. واحده و على نفس المستوى طبعا. انزل يب يب. لا خلص عندي هذا. وهنا واحده قط واحد يقط علي جيت باكه. قال لك ما ترى ما قاعد نسمعك ترى احنا. واحد يقط علي الجيت باك حقه. ارفع صوتك. اسمع ارفع صوتك قط ترى صوتك ما نسمع. واحد يقط علي الجيت باك حقه. ما سمعت شيء؟ ترى انا ما سمعت. يا بيتيرت يا بيتيرت. شوف عادل ان رقيت. كفي. اي كفي خلاص شكرا. طيب.
شف وقلت والله قول غرقني ما اعتمد عليكم شيء ثاني مره ثانيه. انزل عبد الرحمن انزل لين شو اسمه كم الين والله ما ادري كم تبغون ننزل الى كم خليها الين 10 13 والله انا جالس انزل ترى يعني الين ابغى انزل لين 13 لين 10 كل واحد ما يفرق خلي لين 13 يلا مو مشكله احط بس واحده 13 اي بعدين امس شف امش انت وينك انت في ناظر ويست ناظر واحد وامش الين ناظر واحد وين واحد اصبر انا خاف اطيح في لافا فعشان كذا اصبر قاعد امشي شوي شوي طيب هذه متعلقه في الجدار يا عادل ان شاء الله اي عادي والله هنا في يا حبيبي ايرون الجدار يا اخي ابغى احطها عاديه ما وفي هذا الشيء الابيض اللي ما ادري شو اسمه والله عبيطه طيب نظر ويست وامشي لين 13 شاطرة طلعت منطقة حمراء اوكي والله في اشياء كثير هنا يا حبيبي في اشياء كثير لافة كثير والله والله انتبه لا طيح فيها وين من اي منطقه ايوه عبد الرحمن تشوفني فوقك شوفك انزل 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 روح دربك حضر طيب ها وش صار مت روح لا انزل انزل مت ولا توك ثانية راح راح مرة ثانية هدي واو قلت لك ترى مو بان اللي حافة ها طيب من مع بكتي يسكر لنا هذا يا حبيبي بعدين ايش قصة ام الديرت هنا هذا بويم والله بويم طيب في نفسه ماي بعد وين وصلت انت لكم ديرت الحين ولا وشو لا 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 انت معي ديرت اصبر وين وقفت انت عبد الرحمن الحين شوف هنا اوكي في جولدن هو دائما قافل في التري مدري وين تجي هنا من ال من ال هذا وشو هنا اسمع طيب عبد الرحمن يبغانا نمشي هنا انت روح من الجهه الثانيه اوكي في ثلاثه لاند ماركس معي تبغونها ولا خليها معي في لقيت ريد ستون ها لين كم يا عادل ما ادري سراب وين اللاند ماركس الثانيه اللي فوق على اي شو اسمه كم وكم ربي. كم وكم دقيقة خلنا اعطيك انا على 725 و 1517 تقدر اوقف عليها؟ لا طيب دقيقة دحوم هلا رجع للديرت طيب قطيته في اللابة والله طيب شوف الاكس 1526 1526 26 والزي 721 721 اوكي خلاص انا هنا 700 حطها على الارض يا عادل حطها اي حطها على الارض عادي حطيتها على الارض؟ اي حطيتها على الارض ثانية اوكي ايوه طيب شو اللي مسوينا؟ طيب الثانية الاحمر لا الثانية خلاص عرفناها لا خلاص اوكي نسوي حفرة نووية الرابع المفروض تعرفون جات عندك شو اسمه؟ فوق اسراب جات عنده اي طلعت هنا مخرفة لا نص مخرفة هذا في واحدة ناقصة هنا غير الحين حطيتها لازم نضغط هذه اوكي طيب هذه ضبطت اوكي وهذه كلهم صاروا احمر صح؟ بنفسجي اوكي بنفسجي طيب الحين تحط الفلر واحدة من لاند مارك واحدة منهم ايه ترى نفس الكواري نفس الشيء تدري؟ ها؟ الكواري نفس الشيء والله جربناها جربت انا ورقعي مرة طيب انا ودي اكسر هذا واحط الفلر هنا ولا ايش رايك؟ لانه ما اقدر احط الفلر الا على
واحدة فيهم ف اتوقع يبين نكسر هذه دقيقة ان شاء الله. حطها فوق. ها؟ لا لا تحت ما يفرق عشان الانجنز نقدر نعبيهم بسرعة ونسوي كل شيء بسرعة. جيبهم هنا يا حبيبي ايش بك انت. هذه صارت عن نابي وهذه عن نابي نابي وهذه اتوقع هذه عن نابي. شوف اللي عندي سكارت عن نابي ولا لا؟ ايوه عن نابي. ايه طيب نجي نحط نحط الفلر هنا. ايش الاتشيفمنتس هذه قاعد تطلع لي؟ اوه لاني غيرت الجار صح. اوه لقيت روبي. اوه دايموند. انا حط هذا ما نحتاج دايموند. ما تحتاج ترى الدايموند خلاص ما تصير شيء واو زي ذا الشيء. خلاص ما يخاف عطني انا انا احتاجه. اتى سبحان الله خدته عاد شقبه شقبه. طيب اوكي خلينا نجي نحط البتاعه. اوه مع جلاس دكتور كول معي خمسه. لا نحتاج تسعه. روح جيب زياده. ايه وش تسوي؟ عطني الديت باك. عطني الديت باك. صارت عندك يعني؟ ها؟ لا لانه البتاعة حقتها هذه هي شو اسمه. طيب عطنا الديت باك. اصبر شوي. طيب يا حنفي دقيقة خلني احط انجز. انا اروح اجيب وانت تسوي الشغل. اصبر صبر يا معود. طف هذه طف. اصبر طف طف. اشتغلت على طول. اوف من جد. خلني بروح اجيب قزاز واجي دقيقة. شوف ارمي عليكم. لا لا خلاص جيتك انا جيت. تراني شلت اللاند ماركس هذه اللي حطيتوها. صار كراش في اللعبة. صار كراش. كراش ولا انا اقول من الحين اعطيك. ايش رايك؟ خلاص نطر دان قفل. انا يلا الحين خلاص خلصنا تسجيل. يلا نشوفك مع السلامة. كل واحد يروح. وين نلقى جلاس الحين؟ ما في. صدقت انا خلاص. وين جلاس يا استاذ؟ جمع دي. لا 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 في الا والله سوينا في تانكيات. روح جمع. روح جمع. اما روح جمع ساند واطبخ. اجل يا ابوي. نظام نظامكم نظامكم. وش هالاخوي هذول؟ نظام مرجع ربك بعد مسوي لك فحم تطبخ ومسوي لك فرن اصلا. خلاص انا بسوي لهذا الكوك شو اسمه. خلاص تعال حط الجت باك يا حبيبي وحط كل شيء في صندوق وروح سوي لك كذا عشان. وش هالاخوي. خلاص اوكي يبغانا نسوي يا اخي. شغل الترت الحق الخايس يجمع لنا ساند. اجمع وجهه. الترت حقك المخيس احسن من الفلر رجال على الاقل. خلاص اشوفك اذا اذا جيت استعملت الفلر يا ويلك عاد. اسمع والله ما استعمله. خلاص خلاص اوكي ما حد راح يستعمل الفلر غيرك. خلاص اوكي اوكي شوف شوف اسمعني اي شيء يطلع من الفلر حقي. لا لا شوف شوف تعال تعال يا اوكي عادي خليكم مع الخبره حقتك. يسوي تشعبي يا ابوي. برامج الخايسة. انا بروح اجيب الساحر حقنا الرقيعي اللي بدا يتعلم السحر. رقيعي الحين. لا معي يا حبيبي رقيعي. لا لا روقنا خذ ابو حسوه معك انت. يدك ترى يدك فيك الحين. لا حد الحين يقول احنا نطنز على ابو حسوه. لا ما نطنز على ابو حسوه. لا احد يخافون. لا تخافون لا تخافون. لا احد يخافون. لا احد يخافون. استنى شوي أحسن. دقيقة أبغى أفضي الصند الانفنتري حقي. دقيقة شوي بجيب معي. اصبر شوي. خذ معك ثلاث شنط. كل شنطة فيها شنطة. كل شنطة فيها شنطة؟ ايه شلون يعني؟ شنطة يا شنطة يعني تحط شنطة جوا شنطة جوا شنطة. شنطة يا أخي. لا أبغى شو اسمه ذا كول اونر. ايش يسوي لك؟ لا ابغى. قول معي. معي ابي اسوي بايبس. دقيقه بسوي بايب. عندي وين ابغى ابغى اي ووتر بروف. عندي ثلاث استاكات وثلاث استاكات. هذه كوبل ستون. ابغى جولد بايبس. عندكم وين الجولد بايبس حقتنا؟ اقول له ترى بس اي يا اخي وش جولد ترانسبورت ولا ايش تبي انت؟ اي ترانسبورت. في ستاك عادي ولا الوتر بروف؟ لا العادي. العادي احتاج. طيب شو اسمه؟ اصبر شوي. اسوي اوبسيديون. اوبسيديون بايب ابغى. يعني يلقط يعني ولا؟ هذا الاوبسيديون بايب. ايوه اللي يلقط. معكم في اوبسيديون عندنا؟
ونسيت احطه حبيبي، نسيت كل واحد يجمع الاوبسيدين، نسيت احطه في شو اسمه، في اوبسيدين، في ثلاث حبات انا اذكر كفي اليوم ميت. و وين الاوبسيدين ثلاث حبات عندك؟ مفروض فيه صندوق. اقول لك تزال يا اخي، مفروض يحطون شيء كذا تسوي سيرش في الصناديق حقك، عرفت؟ والله مفروض نرتب صناديقنا. هذا اي خلاص ان شاء الله مع الحلقه الجايه. عطني يا وين معك شفتها. شكرا. طيب اوكي نبغى نسوي جول. والله انا اتخيل غرفه كذا فيها ازرار في كل مكان، زر مكتوب عليه لوحه، تصير بدل ما تدور الايتم تدور اللوحه يا حبيبي. شوف شوف هذا 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 مستر جامي، ما ادري محمد ذبح مستر جامي ترى بدايه سبب. لا مو فتنه، فتنه ايه. عندي ليش يا اخي كل شوي يطلعون واحد ذبح الثاني؟ ما ادري شو معك جولد يا اسمك صديق. موجود جولد، تدري ليش؟ كان في حبتين وين وديتهم؟ عندهم سيف. لقيتهم لقيتهم. عندهم سيف طلع راس. ايه كيف جابوه؟ كان تتوقع ابغى. طيب انا كذا تخيل دخلوا علينا عزيز وهرج، كل واحد لابس راس، لابس راس الثاني. احلف قسم بالله والله ضحك يا اخي. لا يبينا احنا نسوي زي كذا. طيب خلاص على يدك. خلاص اوكي قدام. والله ذاك اليوم كنت بخليهم يذبحون يطلعون الراس، بس كان عندي 26 ليفل. قدام قدام. اوكي استنى هذا يخلص. 7 8 ابغى واحده زياده، واحده زياده، واحده واحده زياده. انا قاعد ابني في تضجر. في ايش؟ تضجر. هذا من الادب طالع، هذا من الادب. طيب استاذ عبد الرحمن اسلم، ممكن تفيدنا بباكيت مويه واثنين تجيب معك؟ تكفى تكفى لا تعطيه، خليه يموت. لا بجيب. ايش دخل؟ ليش اموت؟ ليش اموت انا يا اخي؟ نحن فريق واحد. دخل لافا، انا ما ابغى، مو عشان اللافا يا غبي. تو متبري منك يا اخي، مو عشان اللافا اصلا يا تعيس. يا متضجر انت تعيس ولا تموت. انا اقول نطرد، انا اقول نطرد. لا صراحه ضحكت. لا تعيدها. سلكت لك المرة خلاص. ها اي والله يكفي. ها طيب هذا باكيت موية، تبي اثنين باكيت موية؟ باكيت ماي، ماي مو بموية. ماي وين الماي؟ أفق لك تزال بعد. يا ساتر والله. طيب. الحديد صاير كأنه ديرت منثر في كل مكان في الصناديق. قوي 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 قوي. أبكي حديد هذا على ما كنت هذا. آيرين. وراو تضحك. فكاهة فكاهة فكاهة. خلاص خلاص توكلنا على الله، لا يصير كراش السيرفر ان شاء الله ما يصير. يب بدي يحفر، بدي يحفر، بدي يحفر. اجيب بوكت موية؟ ها؟ لا ما يحتاج. اجيب بوكت موية؟ كل واحد ما يفرق. بدي يحفر هو بس بشكل عام يعني، اقول لك انا اخاف اخاف اخش يذبحني. شوف الزبدة، بس بشرح للي قاعد يتفرجون هذا الشيء. اصبر 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 اصبر. تحط الريسبي، تحط الريسيبي حقه، هذا الريسيبي او الشيء اللي وصفه، الوصفه اللي تحفر المنطقه اللي تبغاها. طبعا اكبر منطقه اللي جربتها انا في السنجل بلاير واللي شفتها في المقاطع كانت على ما اعتقد 20 في 20. اكبر من كذا اتوقع ما تقدر تروح، تحتاج طاقه طاقه طاقه. لا لا تحتاج طاقه اكبر، عرفت؟ الزبدة هذا الفرق بين الخبلة وهذه. أقول بس أكتمت الخبلة حقتك. المهم والله أرجل أرجل من الفلام. خلني أكمل كلامي. فهذا وش يسوي الشيء هذا؟ بيحفر المنطقة هذه كلها اللي كن اللي زمنا يعني. على سبيل المثال حطيت تورج هنا، بيقشع التورج هذا. فهذا أقدر أسوي منه ثلاثة أربعة وأحطهم جنب بعض، وكل واحد يحفر منطقة يعني. أتوقع إنه 20 في 20. هذا اللي جربته لين صار لي كراش بعد ما سويت شيء أكبر. ف الفكره انه نقدر ان نحط مويه في من اليمين ومن اليسار ونخليهم كلهم يجون هنا بالبايب هذا. وين جبت المويه يا عبد الرحمن ولا توك؟ هذا انت طريق. اوكي فلين يجيب عبد الرحمن المويه. اوكي ما تذبحني؟ لا ما تذبحك، ذي حبيبه ذي. شيك انت ايش
وين الله يرحمه ميب زي الخبلة ميب زي الخبلة 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 لا جيت تصفق لا لا خلو 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 معك خلو خلو البكت معك انت معنا يا لين تروح بس اصبر خلني اسوي هذا ايوه هنا لما تعرف ان الله حق وال والله تصدق المكان طالع درمان ابعد فيه بس طالع بالشكل اللي يجب عليه ان يظهر به تسوي عاد نعم نعم طيب سو 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 انفنت ووتر هنا درمان تكفى هنا بس المنطقه هذه يو جبت واحد بس انا ترى رجونا هذيلي اثنين قايل لك اثنين جبت جبت خلاص قلت تاذين لا مو بكذا عاد ايه مو بهنا اقول لك سو هنا سو هنا تعال سو هنا انفنت ووتر هنا ها الله يهديك شلت الباكيتين اثنين هم اوكي هذا هم خلاص اوكي سكر خلاص اشيلك لا لا يا اخي اشيله بالباكيت خلاص لانه نبغى احنا نوصل هذا هنا هذا لين يخلص طبعا استنى شوف وين هذا معنا اوكي شوف نبغى نحط واحدة هنا اوكي هذا يجمع الاغراض يب جيب حط حط باكت حط مويه من هنا جايه او تدري شلون تدري شلون اسمع عبد الرحمن اصبر 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 هذا مسكر من هنا وهذا مسكر من هنا اوبس اوكي ما ادري اذا انقض سوي غرفه لا بس نسكر عشان ما ما تطلع الاشياء برا اوكي كانقطع والمويه المويه ما تطلع برا ف طيب سؤال يا عادل هلا. هذا هذا كم يجمع اقراض اقول لك اذا اعطيته فول باور يشيل لك 70 بلوك في الثانيه لا 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 هذا هذا كامل فول باور حق اللي تحت اللي تحت هذا البايب هذا يجمع يجمع بسرعه ما عليك انت بس اسهلها أوكي. مو يجمع بسرعه اقول لك كم يجمع عاد كم يجمع ما يشيل كل شيء يشيل كل شيء هذا الله مو بسهل اي مو بسهل مو بسهل ابد طيب اصبر اوكي حط مويه عبد الرحمن من اليمين من اليسار اقدر اكسر اللاند مارك ولا خلاص ما اقدر اكسرها من هنا عبد الرحمن حط المويه من هنا شوف جرب ايش يصير لا عادي تقدر تكسرهم عادي خلاص الحين دام انه فضينا المكان ليش نطفيهم مو بطفيتهم خلص الـ خلص شو اسمه كول الكول من من هذا خليني بعبيهم طيب وين اختفوا هذا البايبس شلتهم لا ما شلتهم موجودين او صح شالهم لهذا اصبر اصبر يبغانا شل 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 المويه هذه يا عبد الرحمن شل المويه هذه في احد في احد شال البايبس الذهبيه مين الفيلر هذا هو لا بس في احد في احد شالها شالهم شالهم معاه في الانفنتوري مين ما حد هو انا ولا والله الخبره امينه مو بزي بعض يا اخي معاي اغراض واجد ويل والله تنتف بسرعة تصدق شو جني قاعد يقصها جيب جيب اليوراني والله ذوليك سوى مفاعل نووي وحنا قاعدين انا ابغى اسوي مفاعل نووي بس ما ابغى افجر والله سوى لحالك روح كذا في قريح سوى والله والله اصبر والله اسوي تويلايت تسويه في تويلايت؟ ايه لين انفجر انفجر هناك. لين انفجر عادي ما راح عادل ما راح يلاحظ الضرر لانه ما راح يروح تويلايت ابد. من جد. ادوارد بيجي عندنا خلاص. ادوارد. ادوارد صديقك يا سراب ها؟ عقدتوه خلاص اقول له تعال معي تويلايت يقول لا يطنزون علي. يا الى الان ما ادري من هذا ولا اعرف شو قلنا لك يا اخي منو بس شكله مو براد تسمع ايش رايك فيه طيب يخقق لاني ما ادري ايش اسوي ما اعرف الفيلم وش هو يخقق ادوارد ولا شوي عبد الرحمن نظامك كذا يعني ما ادري يعني ما ادري يعني يعني يا بني ادم وخر
ابني هذا اخر وش يعني اخر؟ تعال انت يا حنفي حط المويه. يلا حط المويه. حط مويه. يلا حط المويه. وات كذا ايش يصير؟ ممكن ايه ممكن كلها تتجمع في النص. هذا هذا اللي قاعد افكر فيه. يب مخر شوي. خطا خطا اي من اول بس بس في واحد هنا دقيقه. هذا في واحد ابعد من الثاني هنا. لا لا غلط هذا. نقدر نشيل هذا البلوك نشوف شو يصير. اصبر حط مويه بس خلاص. اي حط مويه. خلاص بس ما تضبط. لا غلط. لا نقدر نحط اثنين. سراب سراب ابعد. معي 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 اثنين هم اخر. اصبر انا ابغاها تجيني بنت الكلب. ما جتني. طيب ابعد شوي ابعد. معي معي انا البلوك معي. حطه هذا هنا واحد وهنا واحد ولا بس ما يتصلون ترى مع بعض. ما يتصلون. اصبر 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 شوي. اصبر اصبر شوي. اصبر طوغي. حطه تحت حطه تحت حطه تحت. طيب اصبر شوي خلني اكل. ابعد اطلع ما اشوف شيء تراني. حطه تحت هنا. يوه بس خلاص ما اتوقع. خلاص 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 صدقني يضبط. مشكلة انه واقفين عند الناظر وما وقفوا وقفوا فوقك. هو قاعد يسحبها كلها. اي خلاص خلاص قاعد يسحبها كلها. كويس المرة الجاية يبغانا نحسب الغرفة قبل لا نسوي هذا. مش مشكلة المهم انه ضبط. بس شوف والله سريع ترى مو بطيء يعني. ايوه مو بطيء جدا. مش بطيء يعني مرة مرة كويس عرفت. ف ما ادري ايش قاعد يجمع الى الان. هذه المشكله. تدري ايش تقدر تسوي؟ تقدر انك تحط الدايموند بايبس عشان تعرف وش وين توديهم لمن. لا 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 لا, لا مو قصدي كذا. قصدي ايش 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 النقطه الحين من انه نخليه يجمع؟ ايش قاعد يجمع بالضبط؟ كل شيء. كل الاشياء اللي في المنطقه هذه راح يجمعها. اوكي عرفت. والله صار عندنا كابل ستون كثير. اي تستهبل انت. هذا حق مو نقدر نستعمله في الماجما كروسبل؟ لا لا الا ليش؟ ما يجي ما ادري عجزت عجزت ليه؟ وبعدين حاولنا مع ستون ما ادري. سوينا طريقه يا عادل ان الفرن حط كابل ستون ويحترق إيه؟ ويتحول لستون يدخل في هذه. بس انه بعد فتره صار حتى ستون ما يضبط. في البدايه ما بعدين في النهايه مرضه ما ادري. توقعته يضبط انا. حتى انا قريت في الويكي حقه انه يضبط بس برضو والله صدق خلنا افضل الانفنتري حقتي. والله فرصه اي فضيه ارمي اللي ما تبيه تستهبل والله. طيب لا هذه حق ترقيع خلها. والله معي اشياء كثير توي استوعب. شوف تقول كنا بلوعه ها. ما تدري ايش قاعد تجمع. الصناديق تعبت يا حبيبي يبغالنا صناديق ثانيه. وانا في الهواء قاعد اجمع. تمطر تمطر والله شكلها حلو. هذا قصدي. شفت سراب لو سوينا هذه ليش قلت لك ان نسويها تحت؟ يعني لو حطينا اللاند مارك مثلا تحت ال شفت مثلا الديرت اللي فوق. خلينا نقول تحت الديرت بخمس بلوكات بيبين كانه ما في شيء تحته عرفت. بس لما نزلت لما تنزل تحت تشوف البلاوي الزرقاء. خبلة تقدر تسويها بعد. الخبلة حقتكم عندها سالفة بس روقها. والله اركبك معها اوديكم. عادل ليه ما مو براضي تعترف بنجاح الخبلة؟ مو بقصة مو براضي اعترف. بالعكس انا اشوف انه شيء مرة كويس ترى. لكن انا ما عندي ال 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 الصبر اللي في الخبلة هذا اللي قاعد تكتب كودز ما كودز. لقيت السحر حق رقيعي هنا. وين؟ وينك فين؟ تعال هو يحتاج الاشياء اللماعة هذه. وش الاشياء اللماعة؟ الشارد شاردز؟ ايه
هو قال اي شيء يلمع اخذه. اوكي انا قاعد اخذ اي شيء يلمع. والله معي معي اشياء مره كثيره من الشاردز هذه. انا بديت في الفتره الاخيره في الكيفن بديت اقطهم لان اعطيني بس انه ما لهم فائده. خذ لا الحين توني ادري. طيب شوف يا عادل روح عند اي ايتم حط إيه؟ شيفت واشر عليه يعني. طيب وش تطلع لي؟ شفت العلامه هذه اللي تطلع في اي ايتم تقصد؟ اي ايتم اي وش العلامه اللي تطلع هذه؟ هذه حقت السحر. هذه علامات إيه لها دخل في السحر. يعني انا مثل الهارد ديسك عندي يعني رقيعي ساحر. طب المهم خلاص خل هذا يكمل شغل مش خلنا نطلع فوق بس انا اتوقع ان رقيعي كيف بيخترع كليجه في ماينكرافت سحر حقه. طيب المهم شوف خلنا بس نشرح للناس وش بيسوي في النهايه عشان نعرف وش سالفه ام الانفنتوري حقنا ذا والصناديق اللي نبغى نسويها وش قصتهم بالضبط. ف الحين تبون نحط البتاع جوا الجبل اللي هو ما عندي مشكله. انا كنت المخزن. كانت فكرتي انه المكان هذا يكون زي تعرف شيء حق طاقه كذا مخزن ما ادري محطه كهرباء ما ادري اي عارف. لكن بس بما قصدي انه بنفتح المكان على الجبال الباقيه اقترح انه هنا يكون استقبال بس انه والله هنا في مكان تسوي تشارج الجت حقتك في مكان تحط اغراض ما تبغاها في مكان حق سورتر ياخذ اغراضك ويرتبها لك في مكان زي الكمبيوتر كذا معلق في الجدار حمام في النص ما ادري حمام نسوي بالنص الحين الحين بس سؤال البركان اللي جنبنا ذا فضى خلاص فضيتوه؟ لا على الجنب يمين ويساره فيه بس تحته يا بحاب احنا ما ترى والله فاضي ما في شيء ها ترابيط. طيب والله انا اقترح انه نبدا نحفر الحين. تبغى نحفر نفق طويل هنا عادل؟ انا كان شوف انا وش كان رايي شوف انه شفت شكل الجبل من فوق كيف؟ طيب كذا صاير لاف على اليسار كذا اي حلو. بعدين الجبل هذا الثاني اللي فيه الفتحه دي الغريبه اللي طالعه منها مويه بيه اللي يسمى اوكي هذه يصير البيس الثاني عرفت؟ او مثلا على سبيل المثال انه اللي انتم فيه يعني تعال شوف نقدر نخلي الفتحه هذه شوف ناظر شوف الفتحه ذي ناظرك اي الفتحه ذي نخلي هذه هي الفتحه اللي تربط بين الجبلين فهمت؟ ممكن فهمت قصدي؟ نخلي الفتحه هذه هذه فتحه مفتوحه ترى ايه ممكن سدها ممكن سكرها ونخليها نلزقهم ونلزق ايه ان نلصقها عرفت انه تصير انه مربوط تدخلك على الجبل على طول من جوا ايوه من هنا من الجهه هذه قعرت عرفت فاقدر نقدر انه خلاص كذا واحد يبدا يشتغل على المين البيس اللي فيها الطاقه وما الطاقه والطقه هذه والكهف هذا نشوف له حل نسوي منه البتاع نسوي منه الشيء نسوي منه لا المخزن عرفت لانه نقدر نفضيه بشكل مو بصاحي يا اخي هذا طق مره قوي وشو الانجري زومبي اوف يا شيخ والله يا حبيبي ما رحت تويلايت جاك فأرون الصغير ذاك فأرون اسمه فأرون جون ثلاثه كذا المفروض المهم انا اقول ننهي الحين الحلقه هنا شو رايكم انا انهيت من زمان واحنا عند الفيلر اوكي لانه بس انه وقفت هذه كان فيها الافكار اللي عندنا يعني بنستغل الجبل ذا على انه صغير يعني لكن بنستغل المكان ذا نسوي فيه المستودع الفكره كلها كانت انه نبغى نخلي المستودع منطقه من المناطق يعني خليني اقول لكم شيء البارلز هنا منطقة من المناطق او البارل اوكي هذا الشيء يشيل يشيل 64 ستاك من الشيء اللي بتحط فيه يعني نقدر مثلا نحط بدل ما نكبر المكان ونخليه كله صناديق نقدر نخلي مثلا طابق من الطوابق حقت المستودع
فيها بس البيرلز، والبيرلز هذه فيها الاشياء اللي منها في عندنا منها اشياء كثير زي الديرت زي الكوبل ستون زي مثلا على سبيل المثال شوف هذه الاشياء الموجوده هنا على ايه جرافل السابلينجز الاشياء هذه كلها مره مره عندنا واجد دايما هنا ف عندنا ستاك اكثر ناس والله اكثر من تقدر تحط فيها 64 من 64 من اي شيء اي 64 يعني تقريبا 4000 ايتم 64 ستايل انا احب اعقد الشيء ف يا هذا كان الفلر راح احاول ان اسوي منطقه ثانيه الفلر واحده ثانيه اكبر من اللي عندنا هذه بس انزل اعطيه باور لانه ما فيها باور هذه ف... بس هذه كانت الحلقه رقم 8 من 1 اف تي في ف 16 نرجع مره ثانيه فان شاء الله راح اشوفكم في الحلقه الجايه. شكرا على المشاهده، نشوفكم على خير.